أمره اللهم بعزتك وجلالك وفقه لما فيه خير وصلاح بعزتك يا رب العالمين وفق خيان الحاضرين لما فيه خير وصلاح. ما عندناش حملة انتخابية، أنت ما يجينا واحد آخر خارج الكسرين نحكوا على الحملة الانتخابية، أما طالما أنت ولد الكسرين من وين تعيش أنت؟ وين تعيش؟ وين تعيش؟ سيد يبعث سيد 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 الفرصة الوحيدة سيد باش تتهاون فرصة أخرى للجزرين حتى في الحل ما تحلمش به المسجد التاريخ مرحبا معناتها أخذ بعين الاعتبار لتطلعات وطموحات الشعب التونسي بكل مكوناته بكل جهاته وبكل فئاته. نحب تونس، معناتها تونس جديدة اللي فيها فرصة لكل تونسي والكل تونسية، تونس جديدة اللي فيها فرصة لكل شباب تونس، شباب تونس اللي نجم يعيش في تونس ويقرأ في تونس ويخدم في تونس ويرفع الراية متاع البلاد. هذا ما حبيت نقول لكم، مبارك الله فيك. الله فيك. نردوا لك حتى أقل مزية من مزياتك على تونس وعلى القصرين وعلى السبيل. أنا مدين تونس ومدين لكم أنتم، وإن شاء الله أنا نجم نقدم لكم أكثر من اللي شيء دي حتى كل إن شاء الله ما قصرت في حق حتى حد، وإن شاء الله كل واحد قصتني إلا حاولت نخدمه، وإذا كان قصرت في حق أي حد أنا المعذرة مسبقا، وإن شاء الله ربي يعطيني الفرصة باش نزيد نخدمكم أكثر كهو. أنا